كفارة الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينا في يوم واحد أول الشهر أو آخره أو وسطه؟ وهل يجوز دفعها لأقل من 30 مسكينا؟ وهل يجوز جمع 30 مسكينا في وليمة طعام غداء أو عشاء أو إفطارا في رمضان وتكفي؟ يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن أيام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانة أو هرم، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدما في أول الشهر، نعم ويجوز أن يؤخرها ويدفعها في آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لـ30، ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك. فالعدد ليس مشترطا أن يكون 30، وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء. نعم أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعاما مثلا عن يكفي عن بثلاثين مثلا، لـ30 مثلا يوم أو عدد الأيام التي أفطرها نعم ويجمع عليه المساكين، الجمهور لا يجيزون هذا، لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه، إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك. نعم فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ هذا يكون أنفع له في التصرف، أما المطبوخ فإنه لا ينتفع به إلا بالأكل. وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعاماً عن الكفارة وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم ليأكلوه، يعشيهم أو يغديهم بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل، لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء، وإنما ينتفع به في الأكل، فهو أضيق انتفاع من دفع الطعام غير المطبوخ. والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته. نعم. دفع النقود بدل الإطعام في مثل هذه الحالة بقدر صاع الطعام أيا كان، هل يجزئ هذا؟ جمهور أهل العلم لا يجيزون، قصدك يعني دفع النقود؟ صدقة الفطر؟ نعم، لا عن إطعام بدل الصيام. لا يجزي هذا، لا يجزي دفع النقود عن الإطعام عن الإفطار في رمضان، نعم لا يجوز دفع النقود، ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر، لأن الله نص على الإطعام، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر يقول صاع من بر، صاع من شعير، صاع من تمر، إلى آخر الحديث، في بعض الروايات صاع من طعام. إذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، نص الشارع على الإطعام، فإنه يجب التقيد به، وكانت الدراهم والنقود كانت موجودة وقت التشريع، نعم والشارع نص على الطعام، ولو كان دفع النقود جائزا لبينه للناس، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. لو لم يجد عددا من الفقراء يكفي أو يستحق دفع هذه الصدقة إليهم التي هي مثلا كفارة عن الفطر في رمضان، فهل يجوز أن يخرجها خارج البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى يتوفر فيها الفقراء؟ يدفع للموجودين في البلد قسطهم ويدفع للفقراء الآخرين الباقي، على أنه كما ذكرنا ما يتعين 30 نعم مسكين عن أيام رمضان، إذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها إليهم ولو كانوا دون 30. نعم. إنما يجوز أن يخرجها خارج لو كانوا أحوج يجوز وأكثر إن... فقرا وفاقة. نعم يجوز أن ينقلها من بلد إلى بلد أشد حاجة. نعم نعم. جزاكم الله خيرا.